بسم الله الرحمن الرحيم. بكيز محمد رئيس مجلس الجامعه الاوروبيه. اليوم انتهت الدوره ديال اكتوبر لرسم السنه 2022، الجلسه الثانيه منها منتظر بحال اللي كانت اليوم. الجلسه الاولى كانت يوم 6 اكتوبر. اليوم كاين تدرس واحد المجموعه ديال النقاط اللي كتهم بالدرجه الاولى الساكنه ديال الاوروبيه، اخص بالذكر منها ميزانيه ديال الجامعه لرسم السنه 2023، سير ديال 2023، وكذلك مسطره نزع الملكيه ديال واحد الطريق دائريه اللي غادي تكون شريان ديال الجامعه المقلعه، اللي هو تحدي لهذا المجلس هذا انه يحقق هذا المبتغى للساكنه المقلعه، خصوصا الساكنه ديال الغازي وبن عنفر وميس وجنان والقلعه الفوقانيه. الميزانيه ديال القلعه بطبيعه الحال كانت فيها مناقشه كبيره جدا، لا من طرف الاغلبيه ولا من طرف المعارضه. كان مقترح بطبيعه الحال من طرف لجنه الماليه والمكتب تمت المصادقه عليه. كاين كذلك التقسيم الاداري ديال الملحقات الاداريه ديال الجامعه ديال القلعه فروع ديال الفن المدني والتصليح والرياضه في اطار تقريب الاداره للمواطن. تمت المصادقه بالاجماع على النقطه هذه، وفي الدوره القادمه ان شاء الله سنعلن على الحاق الملحقه الاداريه ديال العزيب، واحد الملحقه اللي غادي اللي خدينا الموافقه ديال الخريطه ديالها من طرف المجلس، اللي غتشمل خمايس وبن عنفر والسواحل ديالهم، اللي غتكون ملحقه خاصه بهذيك المنطقه لبعض المواطنين بطبيعه الحال على المقر ديال الجامعه الجديد. هادو من بين ابرز المناقشات اتسمت بروح ديال المسؤوليه لا من طرف الاغلبيه والمعارضه. كان اجابات شافيه من طبيعه الحال كل التساؤلات وكل التدخلات المطروحه على مستوى ديال الدوره ديال اكتوبر. والجلسه السابقه كان مصادقه كبيره على برنامج عمل اللي فيه واحد العدد ديال المشاريع كبيره بزاف اللي كتهم الجامعه المقلعه، خصوصا احداث المستشفى والمنطقه اللوجستيكيه وكذلك الحي الصناعي ديال الجامعه ديال القلعه. هادو من بين ابرز النقاط اللي عرفتها الدوره ديال اكتوبر، وموافقين تمت المصادقه بالاغلبيه المطلقه ديال الاعضاء الممارسين مهامهم داخل الجامعه ديال القلعه، داخل المجلس ديال القلعه، وبه تم رفع برقيه ولا برقيه صاحب الجامعه.